أهلا بكم من جديد في ملفنا الثاني. نقلت وكالة آكيا الإيطالية عن مصادر مقربة من ميليشيا حزب الله نقلت تصريحات تفيد بانسحاب عناصر الحرس الثوري الإيراني من العديد من الجبهات في سوريا إلى مراكز محددة لهم في دمشق وحولها. نتابع التقرير. تقول مصادر صحفية إن مقاتلي الحرس الثوري الإيراني انكفأوا في العديد من الجبهات السورية، وقررت قيادتهم الإيرانية سحبهم بسبب عدم وجود فائدة استراتيجية لهذه القوات في العديد من المناطق، فضلا عن الخسائر التي مني بها الحرس الثوري والميليشيات الشيعية التي تناصره. وتلفت المصادر التي نقلت عنها وكالة آكايا الإيطالية أن الحرس الثوري تركز الآن في العاصمة دمشق واستحكم فيها، كما تركز جنوب غرب العاصمة في الجولان قريبا من الحدود مع إسرائيل، وكذلك في القلمون وفي مناطق شمال غرب دمشق قريبا من الحدود مع لبنان وفي منطقة وسط جنوب سوريا، خاصة في القواعد العسكرية حول إزرع والصنمين. وخسرت قوات الحرس الثوري الإيراني بشكل مباشر في عدد من المعارك الأخيرة تحديدا في الجبهة الجنوبية، كما منيت ميليشيا حسن نصر الله بهزائم كثيرة على طول سوريا، ومن المتوقع أن يكون هناك حديث عن انسحابات، فهي نغمة تلجأ لها إيران وميليشيا حسن نصر الله لتعفيها بشكل أو آخر من الهزائم الثقيلة، ولربما قررت فعلا طهران عدم الدخول في معارك مكلفة والتموضع في نقاط أهم، خصوصا تلك التي تبقي لها خط تماس مع إسرائيل ولبنان. نناقش الموضوع مع حسن هاشميان، كاتب ومحلل سياسي إيراني ينضم إلينا مباشرة من إسطنبول، والعقيد خالد المطلق نائب قائد المجلس العسكري في دمشق وريفها ينضم إلينا مباشرة من الريحانية. أرحب بكم ضيوفي الكرام، وأبدأ معك سيد هاشميان. ما مدى دقة الأنباء عن تراجع الحرس الثوري الإيراني في دمشق وما حولها؟ نعم، تحية لكم. أعتقد من الطبيعي أنهم الآن يتراجعون بهذا الشكل، وتعرفون عندما قاسم سليماني ركز على جبهة حوران وخاصة منطقة الغنيطرة جاء بقوات جديدة من إيران، تم نقلهم من إصفهان ومن كرمان ومن مدينة كرج، ولكن عندما واجهوا مقاومة باسلة في هذه المناطق الآن وجودهم وتبعثرهم في المنطقة يعتبر خطر عليهم. من هذا المنطلق أعتقد أنهم الآن يتراجعوا بهذا الشكل، وأعتقد هناك لديهم مخاوف جديدة، خاصة أن الآن الحديث يتصاعد حول موضوع عاصفة الحزم أن تنتقل إلى سوريا، وطبعا هم سيكونون في العراء أمام هذه التحركات وأمام هذه العاصفة. ومن هذا المنطلق الآن هم يتمركزوا في أماكن مدنية، في مستشفيات، في ما يشبه ذلك، حتى يحفظوا ويحتموا أنفسهم من الحملات الجديدة. عقيد خالد المطلق، يعني كم تقدر أصلا أو يقدر ثقل وجود الحرس الثوري في سوريا، وهل هذه العناصر هي موجودة بأعداد مهمة، أعداد كبيرة؟ هل حقا هي الأرقام التي تتحدث عن 6000 عنصر من الحرس الثوري الإيراني موجودين في سوريا؟ مساء الخير. الحقيقة يتجاوز عدد الحرس الثوري الإيراني، فقط الحرس الثوري الإيراني يتجاوز 10,000 مقاتل، يتمركز على كافة الجبهات، كان منذ فترة قليلة يتمركز على كافة الجبهات في الشمال والجنوب، لكن تحت تأثير ضربات قوات الثوار السوريين، ثوار الثورة، انحسر لأسباب عدة، منها أولا تقلص عدد قوات الحرس الثوري الإيراني إلى أقل عدد ممكن، وهذا أعتقد أنه قرار سياسي. اثنين، عدم وجود فائدة استراتيجية من وجودهم على الجبهات نتيجة عدم خبرتهم. نحن حكينا من بداية وجودهم ودخولهم إلى سوريا، هؤلاء ليس لديهم خبرة، وخاصة خبرة في الطبيعة الجغرافية في المناطق السورية.
السبب الثالث الخسائر الفادحة التي مني بها الحرس الثوري الإيراني على كافة الجبهات، والسبب الرابع هو انهيار خطوط الدفاع من الجهة الجنوبية لمدينة دمشق. وهناك أسباب أخرى، منها تخوفهم مثل ما تحدث ضيفك الكريم، تخوفهم من موضوع عاصفة الحزم التي يمكن أن تطالهم في العراء وفي أماكن مكشوفة. يعني هل بالفعل عقيد المطلق هم ينحسرون الآن في دمشق وما حولها؟ وماذا عن هذه الأرقام التي تتحدث عن 6000 عنصر؟ يعني هل هذه الأرقام دقيقة؟ أنا تحدثت أن الأرقام حوالي 10000 مقاتل. هم كانوا يتركزون منذ حوالي سنتين في قلب العاصمة. حواجز العاصمة تتألف من الحرس الثوري وحزب الله والدفاع الوطني فقط. أجهزة الأمن ليس لها أي علاقة في حواجز دمشق، وخاصة في المناطق الحساسة كالمهاجرين والمالكي وساحة الأمويين وساحة العباسيين والمداخل والمخارج المهمة في مدينة دمشق. الأعداد كما قلت حوالي 10000. حاليا يركزون تجميعهم في المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة دمشق، وخاصة في قيادة الفرقة الأولى في الكسوة، وفي قيادة الفرقة السابعة في شقحب، وفي قيادة الفرقة التاسعة في الصنمين. أيضا يقومون بحفر خنادق، هذه الخنادق يخصون بها المنطقة الجنوبية، لأن الطبيعة الجغرافية في المنطقة الجنوبية سهلة إلى حد ما، ليست كما هي في المنطقة الشمالية لمدينة دمشق. هناك جبال وتضاريس صعبة، فهناك تضاريس يمكن أن تحميهم من ضربات الطيران. إلى جانب هذه المعطيات عقيد مطلق، هناك معطيات أخرى تقول بأن الحرس الثوري مهتم فقط بدمشق ونقاط حدودية مع لبنان وقريبة من إسرائيل، لماذا؟ يا سيدتي، هم يركزون على مدينة دمشق لأن المعركة الحاسمة في دمشق. هذا الكلام قلناه من السابق، أن بوابة النصر هو في دمشق، ويركزون على الخطوط، خطوط التماس مع لبنان، لأن الشريان الدعم الذي يأتيهم بالكتل البشرية والدعم اللوجستي من حزب الله، ويركزون أيضا على منطقة الجولان، لأن المنطقة الجنوبية الغربية لمدينة دمشق في حالة انهيار كامل، تقريبا في حالة انهيار كامل في هذه الأثناء. يقوم الثوار في اليوم أو أمس تم تحرير دير العدس، وهذا هو الخط الدفاع الثاني الذي ينهار في خلال شهرين. لم يبقى في المنطقة الجنوبية إلا خط الدفاع الذي يشمل من سعسع، وهؤلاء يحفرون الخنادق حول سعسع إلى منطقة الديرخبية، إلى منطقة كناكر، إلى الكسوة، وباتجاه الشرق باتجاه السيدة زينب. سيد هاشميان، هل فعلا لم تعد إيران قادرة على تحمل خسائر أكبر في سوريا؟ نعم، أنا أعتقد لا تستطيع أن تتحمل كل هذه الخسائر. ومن هذا المنطلق رأينا في الآونة الأخيرة استخدمت أشخاص من الأفغان أو من العراقيين أو مكانات أخرى، أيضا من حيث الاقتصاد اقتصادها جدا منهار، لا تستطيع تقديم الدعم اللازم إلى قواتها حتى في منطقة دمشق وما أطراف دمشق. وأعتقد أن إيران الآن تريد أن تتخلص من هذه المخمصة التي حصلت فيها، وأعتقد أن هناك ضغط موجود أيضا من حكومة حسن روحاني في موضوع الاقتصاد حول هذه النقاط، لأن الميزانيات اللي أعلنه حسن روحاني لا يمكن له أن تقديمها في مكانات أخرى، وخاصة فيما يتعلق بسوريا والتكاليف الباهظة الموجودة في هذه المنطقة. وأعتقد الآن هو فقط علي خامنئي وقيادة الحرس تضغط على هذا الموضوع، ولكن في استمرار العقوبات، وهناك الآن مأزق في موضوع الملف النووي ويثار هذا المأزق الآن وربما يستمر، أعتقد أن المشكلة ستكون
تكون أكبر في خاصة في هذا العام الجاري وفقا للتقويم الإيراني، لأن هناك عجز جدا كبير في الميزانية الإيرانية. ومن هذا المنطلق نرى أن إيران لا من حيث الأشخاص أو العدد ولا من حيث المال تستطيع أن تستمر إلى الأبد في سوريا. هناك مشاكل كبيرة تواجهها في هذا الصدد. ومن هذا المنطلق أنا أعتقد أن سترون في الأشهر القادمة سترون هناك تحولات أساسية حتى تغير المعادلة في منطقة دمشق وغير دمشق. ومن هذا المنطلق أعتقد أنهم في مواجهة مع خسرانهم وفي يعني مشاكل كبيرة ستواجههم في هذه المنطقة. شكرا لك حسن هاشميان، كاتب ومحلل سياسي إيراني، كنت معي مباشرة من إسطنبول. وشكرا للعقيد خالد المطلق، نائب قائد المجلس العسكري في دمشق وريفها، كان معنا مباشرة من الريحانية. ختام هذه الحلقة من تفاصيل مشاهدينا، شكرا على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.